اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله ومع احلى كارين. هاي ازيك؟ انا اسمي كارين هين. كارين صح كده؟ اخبارك ايه كارين؟ الحمد لله. عامله ايه؟ جميله كويس. كله تمام؟ الحمد لله. انت منورانا ومشرفانا. بتعملنا اكل ايه النهارده؟ انا عامل سلطه التونه النهارده. الله الله على سلطه التونه، ماشي الكلام. طيب استاذ ياسر ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه والحمد لله. منورنا. بنور حضرتك. هتعملي اكل النهارده؟ كبسه بالفراخ. ده انت جاي بجد بقى طبخ. انت جاي مش عايز تهزر بقى. لا انا قلت الموضوع بسيط. طب قول لي انت جاهز؟ جاهز. يلا بينا نخش نطبخ وندرس واحنا بنتكلم، ايه رايكم؟ احنا بنطبخ ماشي؟ ماشي. شوف 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 كارين عامله ايه؟ عملت ايه كده؟ ده معناها بقى ان احنا داخلين جامدين قوي صح؟ تمام. اه انا سامع كمان ان كارين كانت عايزه تعمل ورق عنب. ايوه فعلا. ايه الحكايه؟ استني افهم ايه الموضوع. ورق عنب بحب اعمله صح. تعرفي تعملي ورق عنب؟ شاطره. انت تعرفي ان في ناس كبيره اكبر مني ومنك مش بيعملوا ورق عنب؟ ليه بقى؟ عشان مش بيعرف. انا بقول لك الصراحه، لان اللي بيعرف يعمل ورق عنب بيبقى شاطر جدا جدا جدا، وانا كشيف هديله ختم النجاح على طول. صح. انت النهارده يعني بهراني باللي انا بسمعه عنك. فعلا. ايه الحكايه؟ سلطه التونه. بتحب الخضار؟ اه. شاطره عشان كده شعرك ناعم. شكرا. ما شاء الله عليك وقمر. طب يلا بينا نبدا على طول. ماشي. يلا اتفضلي. انت حكايتك ايه بقى انت يا عم انت؟ انت جاي تحط عنا في البرنامج؟ اه. انا سامع انت عايز تعمل برنامج مطبخ، الكلام صح ولا لا؟ صح. ايه بقى حكايتك؟ والله يعني بحب الكبسه، ان انا اعمل الكبسه من صغري. حلو. اختي علمتني ان انا اعمل الكبسه. حلو. وانا عندي 8 سنين اصلا. اصلا ده من زمان جدا. اه ما شاء الله عليك. اه فانا من صغري. طب ايه بتحب الكبسه؟ نعم. بقيت بتحب الكبسه؟ اه بقيت احبها، وبقيت احب يعني ايه ان انا اعملها واقف معاها في المطبخ. شاطر. اختك اكبر منك بكام سنه؟ يعني هي عندها 30 سنة. ما شاء الله. طب قولي مين اللي علمك الطبخ، اختك ولا ماما؟ الاثنين. الاثنين. طب استنى بقى من مره عشان ايه تريح نفسك على طول. ايوه كده تمام. انا بحاول اساعد برضه. وانت عايز اساعدك في ايه؟ انت مش عايز حاجه، انت عندك كل حاجه جاهزه. انت عايز حاجه؟ اي حاجه. انا عايزك تعمل قبل مني. ماشي. ده ايه ده؟ ده فلفل اصفر. برافو. وده ايه ده؟ ده فلفل اخضر. برافو. وده ايه ده؟ وده فلفل احمر. برافو. وده ايه ده؟ ودي مايونيز. مايونيز. برافو. تونه. الله. كابوتشي. ما شاء الله، ده احنا جامدين قوي والمصحف جامدين. يلا بينا على طول. ها يا استاذ بقى. حكايتك ايه؟ بيقول عايز تطلع شيف، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح بجد. اه وانا عايز اساعدك عشان دي خد بالك. بص بقى انا هعمل لك حركه ونساها دي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب الحركه دي. راك الحركه دي. حلو. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ بقى نعمل ايه؟ بنقلب ونشوح. اه الحله دي بتسخن. بالظبط. لو هنمسكها هتمسكها بايه؟ خد بالك على طول. حلو. ماشي. عملت انت ايه بقى الاول؟ قول لي. الفراخ. حطيت الزبده. الله. بعد كده الفراخ. ماشي. بعد كده الثوم، بعديها البصل، بعد كده هنحط الجزر. يلا بينا. ما شاء الله عليك. على بعدك خالص، احنا مش مستعجلين كده كده، ما عندناش ضيوف النهارده، احنا اللي هناكل الاكل. ماشي. راحتنا خالص. استنى. ايوه كده شفت الحركه دي على طول. كمل. وايه تاني؟ وبعد كده هنحط الكرفس. اه شاطر. شفت الحركه دي؟ يلا واللي بعد ايه تاني؟ بعد كده هنقلب. ما شاء الله. حط اي حاجه ثانيه عليها. عايز ميه او حاجه؟ شايف فيها المرقه صح؟ فيه. انت جاهز بالمرقه؟ اه جاهز. تنزل بيها امتى؟ لما البتاعه تسخن. دي جاهزه. اه ماشي. انت لما تجهز دي انت فاهمني، انا معاك دي على طول، بس عشان انا عايز اتعلم منك تحصيله كده حلوه برضه. ماشي حلو كده التقليد ده، انا معاك فيه. كمل ايه تاني؟ هنحط مكعب مرقه. اه مكعب مرقه. ماشي. وايه تاني؟ بعد كده هنستنى. لا زبده. اه زبده اهي. قول لي ليه؟ ليه؟ عشان تبقى ناعمه معاك وملمعه الرز ما يبقاش ناشف. صح ولا لا؟ صح. حط كمان واحده. حاضر. شاطر. وحط لي هنا حبهان ورق غار وقرفه ايوه الليمون الناشف والدلع ده كله. برافو عليك. ولا شاطر. ولا قراولي. برافو. انت عايز تفتح مشروع؟ اه شيف. اه ايه الحكايه؟ فهمني. يعني اجي اكل عندك على فكره لو انت عملت حاجه. ان شاء الله. بس اكل ببلاش. اه ده طبعا. اوعى تدفع لي فلوس. لا ده طبعا حبيبي. عايز تعمل مشروع ايه بقى؟ ايه اللي انت حابه يعني؟ هو مشروع طبخ. يعني للمبتدئين. للمبتدئين تعلمهم. اه شاطر. برافو عليك. وتعليم الكبسه. بالطريقه دي ونحط قلب. يلا برافو. بتاعنا. اه في الموضوع في الاكل. برافو عليك. وتقريبا يعني لازم الوصفه هتعلم الناس الوصفه. اه طب انت حابب لما تيجي تعمل حاجه زي كده تعملها للكبار ولا للصغيرين؟ هم للصغيرين. ايوه لسه كنت هقول لك، خليك مع الصغيرين عشان تطلع معاك جيل تعلم منه حاجات حلوه يفتكروك لما يكبروا. بالظبط. وتبقى دايما عندك فكر تعليمي، فتذاكر فعلا. فتتعلم.
بعشق اقول معلومه من دماغي، لازم اقعد انا شخصيا اقعد اقرا اقعد سيرش افهم اتعلم عشان لما اجي اقول معلومه اكون انا مراجعها، حد يراجع ورايا ابقى انا تمام بالزبط. ولما اجي اقولها اكون قاريها انا ايه واثق من نفسي بالظبط ومتعلمها وفاهمها صح؟ صح. لان زي ما انت عارف فقد الشيء لا يعطيه، لو انا ما عنديش المعلومه مش عارف اقولها لك مظبوط. فانت لازم مزبوط. تذاكر اي حاجه عايز تعلمها لحد شاطر. عايز تعمل ايه بقى دلوقتي؟ احط الميه على ال هساعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اوعى وشك لما نيجي نحط ميه نفرد دراعنا كده ونبعد دماغنا. بص اهو عشان البخار اللي طالع ده ايوه ما يقربش مننا. حاضر. صح كده؟ صح. تقلب كده حلوين واسقط بالرز. يلا يا معلم برافو. ايه الحلويات دي؟ ايه الشطاره دي؟ احنا خلاص خلصنا؟ انا حط كابوتشه؟ يلا استنى اساعدك. حط كابوتشه. يلا بينا قلب على طول الكابوتشه شطوط دي احلى سلطه شكلها حلو قوي. طب قول لي بقى بتحب اطباق واحنا بنحبك مش بنحب السلطه بس. طبعا. قولي لي بقى احنا الاطباق دي هنعمل فيها ايه؟ ايه رايك؟ هنعمل ايه فيها بعد ما نخلص الاطباق دي؟ بنعمل فيها ايه؟ يعني هو في ليمون؟ في ليمون اصفريكه ده ليمون. شاطره ايوه. قولي لي هنعمل فدول ايه؟ في البيت بنعمل فيهم ايه؟ دول احنا بنغسلهم ايوه علشان ايوه يبقى نضاف اول باول تكون نظيفه. ايوه برافو عليك. عند علاء شلبيني. يا حبيبه قلب علاء الشلبيني ده انت احلى وانضف مني 100 مره. انا هساعدك واوديهم على الحوض. ماشي ماشي. قولي لي بقى انت عايزه تطلعي ايه لما تكبري؟ انا يعني انا فكري براحتك خالص. انا بحب الطبخ. طبعا بتحب الطبخ؟ طبعا. انت بتتابعي البرنامج ده ولا لا؟ طبعا. بتحب البرنامج وشايفه ان في حاجات لطيفه يعني؟ عايز تعملي برنامج زي ولا عايز تعملي ايه؟ انا اصلا انا بروح عندك بشوف كل حاجه. هتخش على اليوتيوب ولا تخش على البرنامج هنا؟ لا انا بروح عندك على الفيسبوك. ايوه وبشوف كل حاجه. بيعجبك الحاجات اللي بقدمها على الفيسبوك؟ بتعمل كل حاجه تحفه. انت يا بنت تحفه ربنا يجبر بخاطرك يا شيخه والكلام الحلو ده بيبقى بالنسبه لي كبير جدا. والله العظيم انت ما بتعرفيش الكلام ده بالنسبه لي عامل ازاي. لما انت بتتابعيني عشان الامارات اللي زيك كده الحلوين دول انا اتشرف جدا ان انت اصلا بتتابعيني وشرف كبير قوي قوي والله العظيم. يعني يمكن دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي انت عندي النهارده. عشان انت شاطره. نعم. تحط التونه بقى؟ التونه بقى. ايوه. التونه تكة. انت معلم قوي وعارف قوي بتعمل ايه؟ طب قولي لي حد في البيت بيعرف يعمل الطبق ده ولا انت بس؟ لا انا. ايوه شكلك كده ما حدش هيعمل ده. طب تعلميلي الناس ولا لا؟ ايه؟ تحب تعلميلي الناس ولا لا؟ طبعا. يعني نعلمه لاخواتنا الصغيرين وبناتنا الصغيرين والولاد؟ طبعا. انت بتشوفي مسابقات الاطفال؟ انا؟ تحبي مسابقات الاطفال عامة؟ انا بشوف. بتشوفي، ايه رايك في الاطفال اللي هم بيطبخوا كده بتحبيهم؟ طبعا. بنحب نعلمهم؟ صح؟ ونقول لهم ايه نعمله زيك؟ اما ياكلوا خضار زيك كده شطار عشان شعرهم يبقى حلو ما شاء الله زيك كده. اهم حاجه. ايوه اهم حاجه انا بحب كل حاجه. برافو. اعملها لوحدي. الله اكبر عليكي ما شاء الله عليكي ما شاء الله تعملها لوحدك كل حاجه. طبعا شاطره.